عسلامة. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. انت سبا؟ قد ما نروح. حبيب ونسكن في تاج. باش نحكي اليوم على وضعيات الحراقة في إيطاليا. غازي أكيد أنت راك شفت برشا عبيد وراك تعرف أصحابك عندي برشا أصحاب معناتها جاو من تونس ونجا حركوا في إيطاليا دونك معناتها عايشين مش شكل العيشة الكبيرة معناتها ما ممكن تحكي لنا كيفاش معناها الوضعية بالضبط؟ دونك فما عبيد مثلا معناتها تمشي لتاليا معناتها عندها شكون معناتها طفل مثلا عنده شكون من عائلته ويقعد معناتها بريود وبعديك سي نورمال معناتها باش يخرج اما مش الكل فما عبيد مثلا بيت البرة في الشارع وعبيد مثلا تخدم معناتها في الغبره وكل فازت هذوك مخدرات انت شفت وضعيات هكا يعيشوا في الشارع يبيتوا تحت القناطر يعني شفت حاجات هكا اي شفت برشا عبيد هكاك ديما تشوف ولا دونك مش في اي بلاصه معناتها فما بلايص وبلايص فهمت فما بلايص معناتها فيها عبيد معناتها تعيش تحت قنطره معناتها فما عبيد تعيش في خرب فهم وفما كل الصغار معناتها مينور معناتها يمشوا الكومونيتا كومونيتا معناتها ننصح اي عبد معناتها تحت 18 سنه معناتها كي باش يمشي غادي كطول يمشي الكومونيتا معناتها ماكلة يرقد يعطوه مصروفه فهمت ويقعدوا له حتى الاوراق فهمتني انا عندي ولد عمتي معناتها عنده جمعة اللي فاتت مشى لايطاليا حرقة وربي معاه ومعناتها كل يوم معناتها معاه وصل لكاتانيا و قديش عمره سامحني؟ دي سيت دي سيت؟ مشى وقال لي معناتها غاديكا معناتها مش كيما في تونس معناتها برشا نظامة و معناتها عالم اخر قال لي معناتها قال لي خير من تونس معناتها انا معناتها اوكي مولود غاديك كل شيء نجي لهنا معناتها فاكونس ونتفرد وكل شيء اما كي يقولوا لي معناتها وين تحب تعيش معناتها باش نقول نعيش في ايطاليا معناتها علاش نظافه وحياتي الكل غاديك فهم دونك ولد عمتي هو تو في كومونيتا وقال لي يعطوا فيه في مصروفي ونخرج وندخل بالوقت نتاعو فهمت معناتها يخرج مثلا 7 تاع الصباح لازم يرجع للدار في 8 تاع الليل فهمت وانت واي كومونيتا معناتها مش كلهم كيف كيف وقال لي يعطوا فيه في المصروف وياكل بلاش ويشرب بلاش ويرقد بلاش يعاونوا فيه فهمت قال لي باش يعملوا له الاوراق بشوي بشوي انت شاب وتعرف الهدف والغايات الشباب خاصه في تونس اللي هو الحرقه تشجعهم ولا ما تشجعهم نشجعهم علاش معناتها كان واحد معناتها مستحق معناتها باش يمشي معناتها لازم معناتها اما كان واحد جاوا به معناتها عائلته سافا لبس عليهم وكل شيء وقد ما داركم معناتها امك وابوك بحذيك خير ما تقعد غاديك وباش توحشهم فهم ساعات حتى فما شكون يبدا لابس بيه ويقول لك لا معناها لازمني نخرج هكيك انت والعبد معناتها اما اللي نعرفهم انا لابس عليهم اللي يسكنوا في تونس معناتها يجموا يخرجوا فهمت معناتها يعملوا فيزا يمشوا لفرنسا يمشوا لالمانيا لبلجيكا لايطاليا فهمت وجاوا بيه فهمت ويرجعوا ولا فما بيت تعمل فيزا وتحرقها فهمت وتقعد غاديك كي نحكيو على فرص العمل غاديك في ايطاليا متوفره انت شنو تخدم غادي يعني نخدم في شركه تحديد شركة تحديد هذيا نقول لك هذه معناتها خذوه انا مثلا انا وشهر معناتها مثلا نخدم 20 يوم خذ 1450 1500 ونص فهمت وانت كيف فهمت مش كلهم كيف كيف معناتها الشركات فهمت اي في نحكيو بصفه عامه على فرص العمل غادي متوفره والا لا تو هما مثلا شباب باش يخرج من هنا علاش قال لك ما فماش فرص عمل في بلادي دونك على امل انه فما فرص عمل في ايطاليا هل غادي متوفره والا لا على الاخر معناتها رخيصه معناتها هذيك مش كيما لهنا لهنا غاليه برشا معناتها واحد خلينا نحكيو على فرص العمل كيسكي تقول لي فرص يعني استدير فما خدمه ولا لا نجموا يخدموا فما موجوده الخدمه ولا لا هي موجوده الخدمه اما موجوده اللي شكون عنده الاوراق
كارت سجور معناتها ولا مولود غادي كفهم. اللي عنده كارت سجور معناتها 6 اشهر ولا عامين ولا عندي ترمينات معناتها يمشي يز الكوريكولوم نتاعو ويدخلوه يخدم فهمت معناتها. وفما برشا خدم معناتها الخدم الكل معناتها كان انت عندك معناتها ديبلوم لهنا تاع ما عرفش كوميرسيال ولا حاجه اخرين تجم معناتها تلقى فهمت. يعني مش صعيبة اللي يقول لك صعيبة معناتها مش صعيبة يكذب عليك مش صعيبة. انا معناتها في عام بدلت برشا معناتها خدم وعادي معناتها نقعد مثلا شهرين نخدم وبعد كنقول نقعد شهر في الدار ما عينيش باش نخدم وبعد كنرجع فما كل مش كيما واحد معناها عنده الجنسية ويعيش غادي كيما واحد جاي معناها ما عندوش اوراق وما عنده حد شيء. اي شو اللي ما عندهمش اوراق طول معناتها باش يدخلوا باش يخدموا معناتها في الدروغ معناتها علاش ما عندهمش معناتها ما عند شكون باش ياخذ الفلوس معناتها. اي من الاول باش تمشي تقعد عند شكون يقرب لك وبعديك باش يقول لك سي بون معناتها ما عادش تساعدني ولادي صغار في الدار معناتها مثلا من عائلتك انت ولا من اصحابك فما شكون اتصل بيك وقال لك باش نجي نبقى بحذاك؟ اي برشا اصحابي يقولوا لي سي بالفديك وسي بالرسمي معناتها جاوب فما شكون جاي بالرسمي؟ اي فما شكون جاي ولد حوم شفت معاه ولا لا؟ اي على الاخر زاد وهو يعرف معناتها ما نكذبش عليك معناتها وكفت معاه ومعناتها مانيشني معناتها كنسان معناتها نكف معاك ونحب حاجه معناتها ترجع لي كل مزيان مقابل. اي عادي معناتها عاونتك ما كلينا مير مرح مع بعضنا معناتها نورمال معناتها عادة يقولوا انه كي يمشي شكون من هنا حارق قريبه ولا صاحبه يسكر عليه التليفون دو فما برشا. عندي مثلا انا باش نمشي لفرنسا وانا مجوي به معناتها كلمت شكون من صحابي قلت له راني جاي لفرنسا نعدي الجمعه ونرجع تونسي تونسي مشيت سكر عليه التليفون وهذا بوراق معناتها هنا باسبوري احمر معناتها نجي نمشي ونحب قلت برا نمشي لفرنسا نعدي شي الجمعه نشوف باري مشيت باري غار دي ليون وصلت غاديك نطلب ما عادش فما ديت راني اخر ورجعت لتالي. باش نخلي لك كلمه الختام شنو تنصح الشباب اليوم؟ دونك ننسى للوليد كيفي انا معناتها عمري 21 سنه معناتها نفهمه معناتها ندير معناتها فهمتني ننصح للعبيد معناتها كي تمشي غاديك معناتها ما تبعش الخلطه الخايبه فهمت معناتها كي باش تبع الخلطه الخايبه غاديك باش يجي بوليسي فهمت ما عرفش بالعربي كيفاش واحد لابس عادي معناتها فهمت بوليسي لابس عادي معناتها كيف وكيف سيفيل معناتها سيفيل لابس هكيك باش يقول لك عندك حكايه نحب نشري مع عندك باش يطيحك في فيسا معناتها باش يهزك معناتها تعرفش معناتها شنو باش يصير لك فهمت يروحوا بيك ولا كاين يكونوا باهين خلوه باش يعلموك ما معناتها باش المره الجايه ما عادش تعود الفازه فهمت وانت البوليسي معناتها فما بوليسيه نعرفهم باهين وفما بوليسيه نعرفهم خايبين. شكرا.